اتضاح معالم الرؤية الاقتصادية 2030 جاء عبر إشراقة شمس ميثاق العمل الوطني التي أنارت درب عديد المجالات والقطاعات الحيوية المتنوعة في مملكة البحرين، بل وأسهمت في تدفئة جوانبها بالشكل الذي زاد من نشاطها وسرعة عجلتها نحو تنمية نموذجية مستدامة. مشروع شمولي وهو بمثابة دستور وطني كان سبباً في انبثاق الرؤية الاقتصادية 2030. ميثاق العمل الوطني دليل إرشادي تهادى بصفحاته العملية ليعرض مضموناً متكاملاً لم يزغ عن وجوب تهيئة أبعاد رحبة لمختلف قطاعات العمل المتنوعة التي ستتكئ عليها البحرين للنهوض بذاتها وبمؤسساتها الحيوية عبر تفعيل برامج وخطط اقتصادية متوازنة تضمن حسن العائد منها. 19 عاما والمملكة تذود عن طموحاتها المشروعة في أن تتبوأ مركزا رياديا في قائمة الدول الأكثر استقرارا وقوة في بدنها المالي، وهذا واقع ملموس، لتكرس مكانتها ضمن مراتب متقدمة جدا في مؤشرات ممارسة الأعمال، فضلا عن التأكيد على علو كعب قامتها الاستثمارية المتناغمة عبر استعانتها بتقنيات حديثة ومتجددة في الاقتصاد، الأمر الذي أسهم في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة داخل بيئتها النشطة، مما حقق دفعا واضحا لعجلتها التنموية التي تسابق الزمن بثباتها وصلاح أدواتها. اقتصاد عصري مفتوح جعل من المنامة موطنا نموذجيا لكثير من الهياكل المالية الكبيرة، وسياسات حكومية ناجعة قادت المجال التجاري نحو الأعلى حرية والأسرع نموا على مستوى الشرق الأوسط والعالم أيضا، سياسات انبثقت منها قرارات تحقق جدواها كمثل تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مجالات العقارات، إذ بات سوق العقارات في البحرين واحدا من أقوى الأسواق إقليميا ودوليا. وعطفا على ذلك، كان لتوجه البحرين نحو التوسع بالصناعات الثقيلة والمصرفية والسياحية أكبر المنافع على حجم الناتج الوطني الإجمالي. ميثاق عمل وطني مهد الطريق أمام رؤية اقتصادية شاملة لمملكة البحرين، سعت وما زالت تسعى إلى شد عضد مجال المال والأعمال وضخ دماء جديدة في كيانه حتى تلازمه العافية، ويمضي نحو تحقيق أهداف وطنية مجدية ونجيعة تتجلى بالدرجة الأولى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني المملكة. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.